الاجتماعات في مدريد اليوم، اجتماعات الناتو. شتولتنبرغ طبعا الأمين العام بدأ كلمة له، بدأ يقول فيها من ضمن ما يقول بأنه يرى بأن الاتحاد أو التحالف بالأحرى سيستطيع أن يرد على بشكل موحد على كل المخاطر التي تهدده بأي وقت. أيضا يقول بأنه الصين نفسها تشكل تحدي للقيم والمصالح مصالح التحالف، تحالف الناتو. من ضمن ما قاله أيضا بأنه سيتم دعوة بالفعل فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف، وأن سيكون هناك بعدها خطوة تالية بحيث يتم التصويت ويجب أن يكون التوافق بالإجماع بين الدول الثلاثين من ضمن التحالف لقبول عضوية السويد وفنلندا في وقت لاحق. يقول بأن علينا أن نأخذ بالحسبان أي نتائج أو تداعيات على أمن دول الناتو عندما نرى الصين تستثمر بالاعتداء والأسلحة طويلة المدى، فهذا شيء يقلق التحالف بشكل خاص، خصه ستولتنبرغ إذن في كلامه حول هذه حول المخاطر التي تشكلها الصين بالوقت الحاضر بالنسبة لدول التحالف. خطوة كبيرة إذن تتخذها فنلندا والسويد في سعيها لعضوية الناتو بعد تخلي تركيا عن معارضتها لانضمامهما. هي ما اعتبرها الأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرغ رسالة واضحة للغاية إلى بوتين، مفادها أن باب الناتو مفتوح. بعد أن تلقت تعهدات من فنلندا والسويد لمعالجة مخاوفها الأمنية بما في ذلك القيود المفروضة على الجماعات الكردية التي تعتبرها تركيا إرهابية وتجنب حظر الأسلحة، وافقت تركيا أخيرا على دعم دعوة البلدين الإسكندنافيين للانضمام إلى التحالف العسكري، وستمثل العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي للدولتين المحايدتين سابقا تحولا كبيرا في المشهد الأمني الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. As NATO allies, Finland and Sweden commit to fully support Turkey against threats to its national security. This includes further amending their domestic legislation, cracking down on PKK activities, and entering into an agreement with Turkey on extradition. In light of the progress we have made together, Turkey has agreed to support Finland and Sweden joining NATO. ونذهب الآن معا إلى مدريد، ينضم لنا من هناك بدر العزمي مفاد الشرق للأخبار. صباح الخير بدر، أعطينا أبرز ما تسمعه الآن في هذه الاجتماعات وما لنا أن نتوقع من بقية اليوم. يونس دياس، لك صبا ولمتابعيك، يعني اليوم نتوقع ابتداء يعني الاجتماعات الرسمية لهذه القمة 32 في تاريخ هذا التحالف التي تعقد هنا في العاصمة مدريد. إذا نتوقع يعني خطوات مهمة قادمة ستتضمن كيف ستكون هي باب سياسة الباب المفتوح بعد يعني الموافقة التركية بعد مذكرة التفاهم التي لعلي أستطرد من بنودها فيما يتعلق بالتنديد والتضامن مع تركيا من قبل فنلندا والسويد في حال تعرضت لهجمات إرهابية، وكذلك تصنيف ثلاثة منظمات من ضمنها يعني أو لن تقدم الدعم عفوا لثلاثة منظمات من ضمنها حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب العمال الكردستاني، ووحدة حماية الشعب. ولكن الجدير بالذكر صبا أن في ضمن هذه الاتفاقية هناك بند مهم يتعلق بعدم حظر الأسلحة الوطنية بين الثلاث الدول، لا سيما أن يعني السويد اتخذت قرارا بعدم تصدير الأسلحة في 2019 لتركيا، إذا تركيا تأخذ هذا المكسب إضافة إلى المكاسب الأخرى التي قدمتها فنلندا والسويد للحفاظ على أمنها أو ما تتوقعه من يعني التدخل الروسي المستقبلي للشرق الأوروبي. إذا بعد هذه القضية التي تؤرق
هنا أعضاء الحلف في محاولة من حلف الناتو لدعيني أقول كسب الفوائد الاقتصادية والعسكرية من انضمام فنلندا والسويد. كما تعلمين في السويد تحظى بيعني صناعات وصادرات عسكرية تتعلق من ضمنها في القطاع البحري، لا سيما أنها تمتلك يعني العديد من الغواصات الشهيرة البحرية. إذن هذا مكسب للدفاعات البحرية لا سيما على بحر البلطيق للناتو بالتحديد. أيضا بالتالي هناك مكسب يعني في القطاع العسكري الأرضي بالنسبة لفنلندا التي لديها خبرة وباع طويل في المسار العسكري الأرضي، وأيضا الحدود الطويلة التي تمتد بينها وبين روسيا. بالإضافة أخيرا أيضا إلى أن يعني فنلندا والسويد اعتادت أن تقدم من ناتجها الإجمالي المحلي 3-4% في الحرب الباردة، إذن هذه لن تكون معضلة، لسيما أن يعني الحلف يحاول أن يضع قاعدة معينة للإنفاق الدفاعي من 2% وليس سقفا لكل دولة في هذا الحلف. إذن ربما هناك مكاسب كبيرة للطرفين لفنلندا والسويد وأيضا للناتو. بالنسبة للمحاور الأخرى بالطبع يعني هناك فيما يتعلق بتعزيز الدفاعات أيضا يعني الضخ العسكري. نعم. والصين أي قرارات واضحة؟ أي كلام عن الصين. قرارات؟ نعم تفضل. طبعا سبا الصين يعني نشهد هذا التحدي القادم لحلف الناتو، ربما أترجمه أنا في دعوة ما أسماهم الحلف بالشركاء. هناك نتحدث على أستراليا، أيضا اليابان، كوريا الجنوبية ونيوزيلندا، يعني أن هذا الحلف بدأ يعني تباعا مع خطة السياسة الأمريكية أن يضع العين إلى تلك المنطقة في المحيط الهادي. وبالتالي هذا يكون تحدي جديد لبكين أنها ستكون يعني عامل تهديد بعد أن كانت ربما شريك اقتصادي كبير لأكثر. نعم. لأعضاء كثر في هذا الحلف صبا. لا شك بأن الأقطاب تتشكل، الأقطاب العالمية تتشكل من هذه الخطوة، رغم أن الأمريكان بعدهم عم بيقولوا أنه ما عم بيشكلوا حلف ناتو جديد في المنطقة الآسيوية. شكرا جزيلا لك بدر العازمي. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.